في الليلة المشؤومة، مشهد ما بغاش يتحيد ليا من بالي. بنت ممرضة خدامة معايا في مستشفى للأمراض العقلية، لبسها شبح، وماشي أي شبح، شبح مجنون. هذه هي قصتي. عزيز عليا نساعد مختلين العقليين، علاش لا؟ وهما اللي غادي يدخلوا الجنة من دون حساب. هذاك الشيء علاش خدمت كمساعد اجتماعي، باش نقدم ليهم يد المساعدة. تقدمت بطلب الخدمة في مستشفى للأمراض العقلية، تم البناء ديالو من طرف مال الأخوات اللي بالكنيسة مجاورة ليه. مستشفى قديم وقديم بزاف، ومكون من طابقين، وقدامه جردة كبيرة وألعاب ديال الدراري الصغار. صوت العساس، واش هاد المستشفى فيه أطفال؟ قال لي لا، هذوك الألعاب على قبل ناس كبار في السن، ساكنهم أطفال صغار، مرة كينقزوا تما كيلعبوا. تحمس للخدمة بزاف، دخلت قدمت أوراق الخدمة، تقبلت والخرصة كانت مزيانة. سبحان الله، حسيت بواحد الهيبة في المستشفى وواحد العظمة ديال المكان. أما في الداخل ديالي حسيت بالضعف ووساويس كتخبرني بلعنة المكان. داتني رجلي لواحد الكوروار ضيق، السقف ديالو مصنوع من العود، واللي خربق لي دماغي هو الأطراس ديال الأظافر في الخشب وكتابات غير مفهومة ورسوم قطط ما عندهاش الراس. مشيت كنجري عند العساس، قلتها لي مشينا للكوروار. المفاجأة، لقينا السقف خاوي ما فيه والو. قال لي غير تخيلتي، مشيت في حالة الدار. الغد مشيت للخدمة، في الصباح دخلت قالوا لي هذا ماشي الوقت ديالك، الخدمة عندك بالليل وغادي تخدم في الطابق السفلي. جيت لقيت الباب الكبير مسدود، قلبت على الحساس ما لقيتوش، جلس كنتسناه. واحد شوية جا، قلت لي حل لي الباب. قال لي هذا الباب ممنوع يتحل بالليل، فقط الجناح السفلي من الخلف ولا غادي نحلك، وما تقوش معايا الهضره. اداني تما طريق مظلمه والشوك عكس الواجهه، دخلت. قلت لي ادخل معايا، ما ردش عليا وسد الباب بالجد. جاني التصرف ديالو غريب وما عجبنيش، وبقيت غير كنشوف فيه. لقيت راسي في الداخل، اما الامر واقع على شكل خور. كاينين بزاف ديال البيوت واحد حدا واحد، والصباغه في الحيط مقشره، وفي الممر الطويل بوله كطفى وكتشعل. شويه بان لي خيار في الكوره من بعيد، شي قاصدني ومن ورا طلع بحال شي شعله. في هذيك اللحظه شعلت البيل، هو يختفي الدل اللي في اللور. وصلت عندي، ما قلت ليها والو، صراحه ما بغيتش نخلع. قلت لي انت هو الموظف جديد، مرحبا بك في هذا العالم السفلي. قلت ليها كيفاش؟ قلت لي مالك تخلعتي؟ وانا نجمع راسي، درت فيها بطال وانا نجاوبها. واخا المستشفى كيبان غريب وفيه لمسه ديال اصحاب المكان، انا قد المسؤوليه. طاتني بالدار ومشيت. قلت لي غادي نشوفه. اواه، ليك ما هذا على شي علامه على وجود اللي ما كتذكروش. وانا نتبع على الحجره رقم 9، لقيت الشهاده في ايد واحد المريض وكتعاود لي قصه باش يطيب نعاسو. بغيت نهضر، دارت لي واحد الاشاره، قلت لي غير سكت. غطاتو وطفات الضوء اللي اصلا كان قليل، وخرجنا جلسنا كنشربوا اتاي، كنهضروا على السرابس ديال الخدمه والامور كيفاش خاصها تمشي. وصل الهضره سمعت صوت بحال شي واحد كيصفر، صوته ضرب لي في ودني. ما تحكمش الكاس اللي بين صباعي، طاح تهرس. شفت فيها لقيتها كتبتسم، هبط الارض باش نجمع الروينه وهي تشدني الخلعه من المعده ديالي. واش انا باقي ما جيتش للخدمه ولا غير كنحلم؟ صافي، الا كان هادشي بصح هادي هي الاخر ليا. لقيت الروينه تجمعات، الارض تمسحات، والمصيبه فاش هزيت راسي لقيت جوج كيسان في الصينيه. عقلي حبس، تشجعت وانا نقول ليها انت اللي حطيتي الكاس هنا،
وشكون اللي جمع الروينه؟ هي تجاوبي بواحد السخريه، مالي انا جنيه وانا جمع النوضه بالزربه، وانا نقول في خاطري علاش لا. هاد الوقت راسك وتشك فيه. شدتني في يديا لقاتهم عرقانين، قالت لي غير تهدن، هادوك غير خدامين في النظافه. حسيت براسي كنتفتف، كل شي طيحته، البراد والكيسان والطابلة، ولكن للأسف كل شي تجمع في البلاصة، وأنا باقي داير فيها راجل شجاع. وأنا نقول لها أختي الله يعاونك، غادي نمشي في حالي، هاد الخدمة مع الديبان ندير بها، وأنا نمشي في طريقي منين جيت. في واحد اللحظة هدر راسي مع راسو ويقول لي حشومة تخلي بنت في هاد البلاصة بوحدها، صافي ما بقات لا نخوة لا رجلة، دسم ناقص وانا نرجع عندها. المشكلة انا مفقوس وهي غير كضحك، ما حد يجي عندها كتبان ليا بحال شي ملاك، والضحكة ديالها كلها براءة. ياك ما وليت كنبغيها، قال لي يا راسي واش هذا وقت الحب والغرام المسخوط؟ جلس حداها اللي ما عرفتوش وكيفاش وامتى طاب اتاي، وهي ما ناضتش من بلاصة، وانا مرفوع بالجمال ديالها، وحتى حاجة ما بقات كتهمني، لا اتاي طيب لا اي حاجة. شوي وصل الهضرة بين واحد الخيال جاي عندنا، مقدرتش نميز الملامح ديالو، داير بحال شي بخار متقطع، وهي تقول لي غير تجاهلو وما دير والو. هذاك الشيء اللي درت، داز من حدانا واختفى وسط الحيط. اللي فهمت هو ان هاد الجنون صراحة ضريفين، كاين قوي مستشفى وكيدوزو من حداك بلا ادية. المهم بقينا كنهضرو، وشويه بانت ليا مسكينه الجسد ديالها كيعواج وكتقاسي. ارعب موقف دس منه في حياتي، بغيت نعاونها وندير شي حاجه، قالت ليا بكلام تقطع وصعيب تفهم شوف اسكت. شويه طاحت في الارض فيقتها، وانا كنقاوم الخوف اللي فيا. المهم فاقت، قالت ليا ما تخلع موالو، هادشي مره كيوقع، كيدخلني جني وكيخرج، كيبغي يعرف واش انا ولا وحده اخرى. وانا نقول لها السؤال اللي اي واحد يقدر يفكر فيه، على الصابره هنا والحياه باقا قدامك. قالت لي هذاك الراجل اللي شفتيه هو الاب ديالي، كان طبيب هنا، طيبوبة ديالو خلات المرضى يتعلقوا به، كانوا مراد وساكنهم اشباح، ماتوا مع المده، الاشباح احتلوا المكان وسيطروا عليه. الاب ديالي حتى هو ولا في مكان ومرض وما بقاش بغى يخرج، كيتصاب بنوبات ملي كنخرجوه، وملي كيبقى هنا كيتهدن. شتي على مفارقة كيدايرة، غير انا اللي كنعتني بيه، كندخل وكنخرج بامان، محصنة بالروح الطيبة ديال الاب ديالي. جاو شي ممرضات ولكن ما عجبهمش الحال وتخلعوا ومشاو. المهم بقات كتعاود ليا يدخل الأشعة ديال الشمس، وجا الصباح فتح الباب، دخلوا أهالي المرضى يشوفوا الأقارب ديالهم ومعاهم ممرضين. إوا بان ليا داكشي كيكون غير بالليل فقط، أما النهار الأمور كتمشي بسلاسة، والأمور كتمشي هي هادي. دارت فترة الخدمة ديالي، كنفكر دابا واش نرجع ولا لا، خديت مهلة باش نفكر، وديك الساعة غادي ناخد قرار في حياتي، يا إما غادي نرجع يا اما ما غاديش نرجع. ولكن انا كنقول الى لقيت شي خدمه تما بنهار غادي نقدر نخدمها. بالليل صراحه جاتني صعيبه واحد القضيه، وانا كنتعاطف مع ديك البنت، ولكن الاب ديالها ما عندي من دير. المهم اي واحد كمل الفيديو كنشكره، ويخلي لي واحد اللايك باش يدعمني، وشكرا لكم.